مشاهدينا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا علي بوبر وتقبلوا تحيات فريق برنامج 7 على 7. سنلقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في نفس الموعد. أما الآن أكيد نخليكم مع فنان طبعا المتألق خالد حجازي، عازف كمانجا وأيضا عازف عود وقانون، والآن بنسمع معاكم معزوفة من الكمانجا.